جلسة نقاش حول الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة من طرف البنك المركزي الموريتاني، ويشارك فيها مسؤولون بمؤسسات مالية دولية ومحلية. وتحدث محافظ البنك المركزي الموريتاني عن أن هناك تقدما وصفه بالكبير نحو الشمول المالي في البلاد من حيث البنى التحتية والتشريعات النظمة لهذا المجال. شخص مثلا حالة موريتانيا في الشمول المالي وحالة متقدمة جدا، لأن البنى التحتية كاملة جاهزة، والجمهور ذات اكتشف الرصيد ذات عاد يستعمل ياسم الخدمات المالية. الخدمات المالية الشمول المالي كان جسدوا في السنوات الفايتة الصناديق للادخار الشعبي، ورك عاد حاملته التقنيات الجديدة، خاصة من هذا اللي نقول له فينتك، التقنيات الماليه التسديد المالي اللي فاتوا عادوا يعرفهم، ماني ساميهم غير يعرفهم الجمهور. حضر الجلسه ايضا طلبه، حيث شكلت فرصه لتبادل النقاشات معهم حول الاشكالات الماليه المرتبطه بالشمول المالي. في الحقيقة كانت فرصة مواتية لتبادل النقاش الجيد والصريح بيننا والطلبة، لنرى معا في أي مستوى تكون الإكراهات المطروحة أمام خلق نظام بيئي فعال لتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ووضعها في حالة جيدة. إذن كان هذا بشكل عام أهم أهداف اللقاء. وتخللت الجلسة نقاشات حول الطرق الكفيلة بتطوير الشمول المالي سبيلا إلى بلورة رؤى وأفكار تسهم في تطوير الشمول المالي في البلاد، حيث تشهد البلاد اهتماما متزايدا بالتحولات الرقمية المالية. وتتزامن الجلسة مع زيارة يؤديها حاليا لموريتانيا وفد من صندوق النقد الدولي تقدمه المدير العام لهذه المؤسسة المالية الدولية، حيث التقى الوزير الأول الموريتاني وبعض المسؤولين. فالشمول المالي يحقق الاستقرار المالي ويسرع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذا النوع من المعاملات المالية ما زال يصطدم ببعض التحديات وفق بعض المشاركين.